خلاني انني ندخل لهذا الدومين هو الغيره ديالي على الموسيقى المغربيه العصريه. وكذلك كنت دائما كنتسال علاش الموسيقى ديالنا المغربيه ما كتمشيش للعالميه. المانجر كيواكب الارتيست من الاول قبل ما يبدا لو بروجي، يعني كيجلس هو وياه ويتفقوا على شنو هو لو تيم ديال الاغنيه اللي غادي دار. كنقلبوا على كاتب كلمات، نقلبوا على ان ارونجور لو ستيل دو ميوزيك اللي قدر يجي مع الارتيست، يمكن لك تخليه حتى في اللباس ديالو، في طريقه الهضره ديالو، لي راديو، الصحافه، اي حاجه اللي تقدر تبين الفنان وتبينه في الساحه الفنيه. مدراء الاعمال او وكلاء الخدمات الفنيه سواء كانوا مؤسسات او افراد، يعني كمقاولين ذاتيين. من العناصر التنظيميه المهمه في المجال الفني اللي كتحاول انها تقرب ما بين الفنان وما بين المشغلين. في المغرب اعتقد انه باقي واحد شويه ديال عدم الوضوح اللي بغينا نقولوا ديال هاد النوع من العمل، وايضا كاين تساؤل كبير على مدى الحاجه ليه في ظل ممارسه فنيه باقي كتعرف مجموعه ديال المشاكل، على اعتبار انه المجالات الفنيه او المجتمعات اللي كيكون فيها هذا النوع من النشاط كتميز يعني بواحد الحركه اقتصاديه كبيره في المجال ديال الفنون. خرجت في الجريده الرسميه وخرج القانون الجديد ديال الفنان، ومن ضمنهم كاين معهم لو ماناجير ارتستيك. قانون ينظم هذه العمليه سواء قانون الشغل او قانون الفنان في تعديلاته الجديده، وهذه من الاوراش المفتوحه يعني بالنسبه للنص التنظيمي اللي غادي يصدر في هذا السياق. والمجال ديال وكاله الخدمات الفنيه ايضا عنده نص تنظيمي اللي غادي ينظموا. كاين ايضا ممارسات من هذا النوع ولكن بواحد الشكل اللي بغينا نقولوا عشوائي، اللي مكلفين بالاداره ديال المهرجان، يعني كيتعاملوا مع هذوك الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالفنان، ما كيعرفوا حتى شنو لو ستيل دو ميوزيك ديال الفنان، ما كيعرفوش، وكيقول بانه انا راه الماناجير ديال فلان، ما عنده لا ورقه كونترا مع الفنان لا حتى شي حاجه، وكيمشي كيهضر بالاسم ديالو. دونك هذا حتى هو عائق بالنسبه للفغي ماناجير. مدير الاعمال عنده عالميا وايضا في القوانين المغربيه عنده مهام ماشي محدده، ماشي غير فيها النيغوسياسيون لانها مهمه، لانه وكيل كيهضر بسميه الفنان، هذا شيء مهم. فيها الجانب الثاني المرتبط بتدبير الاجنده ديال الفنان. فيها ايضا مساله ديال الصوره ديال الفنان وفي علاقتها بالصحافه، في علاقتها بالاعلام الى غير ذلك، باش كتكون ما كيكونش هو غير مجرد علاقه ماليه، وساطه ماليه، غيشد الفلوس وغياخذ منها وغيعطي الفنان. الرساله هي انه كنتمنى ان اللي في الدومين ارتستيك سواء لي ديريكتور ارتستيك او لا في اي مجال اللي عنده علاقه بالفنانين انهم يتاكدوا ويقلبوا ويبحثوا ويشوفوا شكون هما لي فغي ماناجير.